السلام عليكم ورحمة الله. أمونج أس يا جماعة مرة ثانية، لكن اليوم غير. شوفوا المتابعين القدامى يعرفون الشيء هذا عني، والجدد أنا بعلمكم. أنا إنسان أقدر الدعم مرة اللي تسوونه لي، فأحاول دائما إني أكون عند حسن ظنكم وأقدم لكم حاجة تليق فيكم. مقطع اللي بتشوفونه يا جماعة اليوم والله أخذ مننا تقريبا 5 إلى 4 أيام مونتاج. قبل أخليكم مع المقطع حاب أشكر رامي والله ما قصر يا جماعة، اشتغل عليه من قلب هذا الشيء. ليش؟ لأن آخر مقطع ما قصرته بأمونج وصلنا قرابة 300,000 لايك، فالله يسعدكم. أسأل الله أنه يسعدكم يا جماعة على الدعم الأسطوري اللي يسعدني. إذا تبون مودات زيادة زي اللي بتشوفونه الآن وحبيتوا الفكرة والمونتاج والشغل كامل، قدر التعب فقط بضغطك على زر اللايك. وما بقى لنا شيء يا جماعة، 4 مليون اشتركوا إذا أنتم جدد. الله يعطيكم العافية، والله ما عمركم قصرتوا يا جماعة، ولا بطلب منكم أي رقم معين. اللي يجي منكم حياه الله، بس تأكد إنك مشترك إذا أنت جديد. وحاب أقول لك في الختام إن اليوم الساعة 8 يوم الاثنين الساعة 8 بث مباشر راح يكون جراند، وباذن الله انه راح يكون بث اسطوري لان في شيء بيصير باذن الله، واللي متابعين في المباشر يدرون ايش هذا الشيء. الرابط تحت، ما بيطول اكثر من كذا. مشاهده ممتعه وصلوا على نبينا محمد، مع السلامه. الان تشوفون قدامكم لو تدخلون البلاي جراوند حقت امونج اس تلقى لونك بالاصفر، تدرون كلكم تشوفونها. اذا دخلت انا قاعد امشي، حلو، شكيت ان في واحد قاعد يفيك مهمه بالمدبي زي هذا الشخص. انا الان شرطي، شكيت باللي اسمه دامي ون. طيب انا بطعنه، اذا ما طلع هولم بوستر طلع مواطن، اللي بيصير كالاتي. انا اطعن نفسي، فهمت كيف الطور؟ اوكي اموت أوكي. اذا اخطيت بالتحريات حقتي انا يا شرطي، اعطيكم معلومات، الشرطي يبان للامبوستر باللون الاصفر، يعني انتبه على نفسك يمكن تنطعن. الشرطي ما يقدر يدخل فنتات، ما يقدر يطلع من الفنتات، نفس المواطن لكن عنده خاصيه الذبح. يا رب شرف ليتس جو. طلعوا عمكم حاميكم يا عمري. ايوه شباب، انا استاذنكم من الراوند هذا العب بدون ما احط ميوت. خلاص امزح بس. انا اشوف حلو الشرف كذا ما يعطي ميوت يسولف. طيب بسم الله نبدا تحريات البني. دقيقة يا شباب، ما نبغى نستعجل يا جماعة، الآن ايش اللي صار يا تاست؟ ابيك تشرح لنا. وين عاد شفتني وانا طعنه ولا شفتني واقف فوق؟ لا تقدر تستعجل. لا شفت شخصيتك عليه. طيب طبيعي في زحمة، في زحمة شخصيتك عليه. يا معلش قاعد اتكلم، انا مسوي ميوت، معلش. شباب انا اعرف القاتل بس نبغى نلعب اصول ثوانية الان. اول شيء تاستك، انت يوم جيت كانت الجثة موجودة صح؟ صح. طيب يا سلام، هل في احد شفته قدام عينك؟ لا. طيب يا جماعة تثقون بالشريف؟ الشريف نعم. الشريف اتفضل. سووا سكيب. ابغى اصطفاف امامي الان بالكافيتيريا كلكم. اللي بيهرب انبسط. اصطفاف يا جماعة، تكفون. لا حد يخرب كهرب اليوم جماعتكم، وانا ادري مين القاتل بينكم. في واحد فيكم خاين انا اعرفه، وبثبت لكم انكم ما حطيتوا شريف الا من طنخة رأسه. ابشروا والله بالشريف اللي يبيض وجيهكم يا رفاقي، ابشروا والله باللي بيطلعه. ابو محمد صدق جاهزين يا جماعة؟ ابعد العدد جاهزين. 5 4 3 2 1. تكفون يا جماعة بالله عليكم، اليوتيوب ما يبون يشوفون الناس كلها عندي يلعب وصول. تكفون. 5. مين الربع اللي دخل احمد؟ صبر 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 لحظة، انا شريف. انا دخلت الادمن. دقيقة. صبر. جاسر وين مكانك؟ انا مين مرة ما يحرك عند ال اوكي اوكي. رامي وين مكانك؟ الكوميونيكيشن بالهاي اللور انجن، وهاي اليسار. ايوه رويال وين مكانك؟ توني بدخل الكهرباء الان. ما توقف. طيب
شباب اصطفاف عند الكافيتيريا الان. يا عمري يا عمري اصطفاف والله لو يجيبها والله لو يجيبها. اليوم ما جمعتكم الا باذن الله اني ما خيب ظنكم اليوم بإذن الله يا مؤسس الفريق إني ما خيب ظنك، مصممي العزيز ما خيب ظنك، لاعبين الأساطير ما خيب ظنونكم، أنت روح، أنت إن شاء الله إني بخيب ظنك، طيب يا جماعة، ركزوا معاي، أبغى هدوء الآن، أبغى هدوء، أنا كنت عند الأدمن، قاعد أقول لكم مخروا ما نبغى زحمة عند الأدمن، نبغى اللعب نظيف، أنا قاعد عند الأدمن، دخل على يمين، دخل على زياد، وقف جنبي، بعدين أبعد شوي، بعدين دخل بعدها راكان. راكان راح يسوي البطاقة، راكان كانت نيته يسوي البطاقة N1Q دخل وقف على الأبلود على طول. لو إنه قاتل كان بيرجع يسوي ريبورت. مصممي أعرفه مو بزاحف للدرجة هذه يذبح وأنا موجود. القائد رد على سؤالي الآن، سويت البطاقة ولا الأسلاك؟ رد على سؤالي يا رب. رد بطاقة ولا أسلاك؟ نعم أصبر، ما هي بطاقة أصلا. يا حمار اقسم بالله يا عيال اني كنت بطلع رويال بس جاسر السمك هو اللي جاب العيد فينا. يا ريال ريال يلا اسمع شغله بسيطه، وش الاعداد اللي في الديسكورد اللي يخلي الاسامي تطلع لي على اليسار في الديسكورد؟ شريف ديسكورد اوفرلاي. اه زين اوفرلاي اوكي قسم التحريات والتحري ليكون احمد شونغ اكس بونغ. انا بسوي مهمات. اي والله عندي مهمات انا. خيره كان يطلع من بوستر يذبحها ما ادري خايف قاعدين يمشون معاه كلهم عين قال بيحميهم. بسم الله شباب مش هيك لا نايف كذا يا عيال لا يا عيال انا بمشي مع احمد احمد وين؟ خذ حقي اطلع فوق. احمد وين يا شباب؟ في الجنة. ثواني. ايوه يا رامي. ماشي انا اوكي. ايوه طافي الكهرباء، في واحد طعن احمد قدامي وظلوا طالع فوق. يعني يا جماعة سووا سكيب وخلوا رامي يطعنه. رامي ما تطعنه خصم 50% سكيب. لا 50% كثير والله. شو دخلنا انا يا قاتل يا احمد؟ طلع الان طلع ما اتصرف، اقعد امشي وراه لما يطلع. دقيقة لا ثواني اذا كحيت اطعن يلا بساعدك خلاص. اذا ما طلعتوش خصم 50% اذا طلعته يجيك بونس 20%. خلاص تمام يلا سكيب يلا سكيب. رامي اطعنا يا رامي يا الباذنجانة تريرين عذبتي حالة تريرين يا لا خصم 50% الباذنجان لونه بنفسجي الباذنجان يا حويل. ايوه خلاص الباذنجانة يا Thank you.
خذ لك اللي بيستلم التحقيق. تفضل راكان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. احتاج اعرف مكانكم بس على السريع. انا معنا الجوز في مر المدبي. رامي في الكافيتيريا؟ اي فوق. انا كنت جاي من اليسار شفت ابو زهره واقف عند الالكتريك. صلح الرياكتر. رحت يمين رحت يمين على طول. طيب قابلت احمد هناك. تذكرون احساس امي بالراوند اللي قبل؟ أيوه. جاني مره ثانيه غلط. صدقني رويال. رويال لا مو رويال. صدقني دقيقه. لا اله الا الله. اسمع في اثنين من اول ما خرب الرياكتر وهم داخلين الالكتريكال احسهم قاعدين يتصيدون. عرفت اللي ينتظرون واحد اثنين يدخلون يعطونهم كلها. زياد ورويال. زياد ورويال يخرب يا اخي. راضي بسوس ارحم لي والديك ولا تجيبون العيد. راضي بسوس حبيبي ولا ايش؟ اسمع اسمع خذ سوس مع حبه فوق تستاهل مني هذه. يا رب يا رب يا رب يا رب ريال. لا بتصدم احمد بتصدم. تعال نضحك عليك نضحك عليك. طيب الشرف نروح ريال يا الشرف. انا ما كان هو نضحك. ايوه 100 دولار نضحك احمد. تعال الشرف انا ب 100 دولار عيال. مكتوب بوستر واحد يا عيال تو. يمكن الشرف ذبح واحد. يعني الشرف ذبح هنتر واحد. الشرف ذبح هنتر. يمكن هنتر الشرف حمار. لا هنتر الشرف كان تو كل ترى. ايش الشرف الشرف ذبح ريال. دقيقه خلينا نتناقش شباب. دقيقه خلينا نتناقش يا عيال. تو مكتوب امبوستر واحد. يعني اتوقع الشرف ذبح هنتر. يا شرف قول اسمك. من انت؟ وشرف وشرف وشرف. ما هو الشرف بيننا؟ ثواني ثواني. من هو الشرف؟ هلا يا شباب تفضلوا. الذبح هنتر. ركان الذبح هنتر. والله شوفوا يا جماعه انا قلت بسم الله توكلت على الله. تبغى 100 دولار؟ ايه اطعم رويال. اذا مو هو بمبوستر اعطيك اياها يا رويال. يا حموني احموني انا الشرف احموني. احموه احموه اطعم رويال. رويال تكفى خليه يطعن. خلنا نشوف بيجيك ولا لا. اطعنا اطعنا يلا اطعنا اطعن. ركاي فك ميوت فك ميوت صرا. شرف بس ابغى مره واحده. شرف بس طيب مين الحامي؟ ياسر. اوكي ممتاز. احس ترول بيجيب العيد. اوه القائد هو اللي لقى الجثه. ايه طيب انا بري لك واحد بس عشان تكمل. مين بري؟ كان معاي رويال. رويال كان يمشي معاي طول الوقت. حلو طيب يا يال. رويال و 6 بي مكان. رويال رويال وحده الادمن معان واحد ثالث. انا ما خاب ظني نقوز. يس إيه؟ نفس ما جاء بالي. حلو بالضبط. ترى بيجي ثنتين اخر ثنتين. ايه انا معي بس تاسك. تاسك ميت قدامي واحد من اثنين يا ركان يا نقوز. ركان كان اخر واحد طلع من ادم. طيب وش تحس فيه القائد انت؟ عند الادمن انا احس انه ركان. ركان لا 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 اصبر 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 اصبر. هو يا ركان يا نقوز واحد منهم. عرفت انا طلعت من الادمن رحت الكافيتيريا. صدقني شريف جاسر ترى الكهرباء طافي. يعني حتى لو طعنا يمدينا نصلح ونطلع. بس انا ابي اتاكد الان من شيء واحد. وشو؟ ان زياد ساكت وموعد. ايوه زياد ليش ساكت؟ ايوه داري انك بتدور علي. ها زياد يا طويل العمر. انا كنت والله حالي حال نفسي اسوي تاسكات. حلو اسوي تاسكات. خلصت تاسكات اليمين وسويت الداونلود تحت بالكوميونيكيشن. اوكي هذا هو جاء ذا. طيب الجثه ممكن نعرف مكانها استاذ جاسر؟ الظلام بس انه عند الادمن بالضبط تقريبا. بعد الادمن بالضبط. طيب دقيقه رامي انت شطفتني من فوق. اي ما انا شفت الجثه ووقفت عليها. قلت ابلغ ولا ما ابلغش؟ استاذ جاسر بيقول لك في شيء غريب اصلا. ركان طلع يمشي معي بيستفرد فيني من اول.
لا 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 جاسر يا اخي لا ما نبي ذابحك بحميك يا طيب أمي. نلعب اصول نسوي سكيب ترول تكفى اصول نلعب نسوي سكيب ما ما مسس على رامي رامي يا عيال تحرياتك تخوف انت ليش جاسر اسمعني جاسر تقول يا فلان يا فلان يعني ما انت ضامن طيب واحد منهم انا كان نقول صوت على خلاص اطعن واحد فيهم الان اطعن واحد فيهم اطعن 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 الشك فيه جاسر لا تطعني بتموت اطعن يا جاسر او خليك قدام اطعني بتموت بيطعنه اذبحني يا ركان تعال تعال كفتري تعال تعال كفتري تعال جاك لا لا الله اذبحني جاسر يا حمار يا حمار الكم يا حمار الكم الكم قايل لك الكم الله يلعن امك يا عمري يا عمري يا عمري يا جماعه الخير اتمنى استمتعتوا بمقطع اليوم الله يسعدكم شكرا لكل اللي شاركوا معنا ترى احنا في بث مباشر الان كل اللعب هذا نسويه في بث تعالوا واذا تبون جزء ثاني من نفس الطور هذا ونحاول نركب مود الاصوات علمونا تحت بالكومنتات تاكدوا انكم مسوين لايك واشتركوا الاشتراك يحمسنا بقى شيء على 4 مليون اسف اذا طولت في جزء ثاني بقناه الفريق وبرضه الشرح حق الطور بيكون بقناتهم الله يسعدكم السكس في فورتنايت اذا ودكم تدعمونا مع السلامة صلوا على محمد ومالك ديش السواحات نسعى خلف القمة واكثر نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة اكثر نكبر شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم فوق المليون نمضي شاد الظهري في جمهوري اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري هذه بس بداية دامي سيد في الرواية راح اكمل بطريقي ما اشوف صفحة نهاية